بسم الله الرحمن الرحيم. Now we start next session about the clinical surgery notes discussing abdominal examination. احنا اتكلمنا قبل كده على الانسبكشن بكل الداتا بتاعتها. دلوقتي هنتكلم على palpation. Palpation انقسم الى ثلاث اقسام: superficial palpation, deep palpation and bimanual palpation. هنشرح هنا دلوقتي how to proceed in palpation. Superficial palpation بنشوف فيه الايتمز الاتية: presence of hotness، وده اول ما بلمس جلد العيان اشوف اذا كان في hotness ولا لا، وقارن temperature بتاع بطن العيان مع temperature of the forehead، واذا كنت شكيت ان في hotness ممكن نقيس temperature. Second is superficial tenderness، ده مجرد حركة ايدي فوق بطن العيان ونشوف في superficial tenderness ولا لا، وما نلخبطش superficial tenderness مع deep tenderness اللي هنقوله بعد شوية. تالت حاجة is superficial masses مع حركة ايدي من غير ما اعمل dipping in the abdomen، نشوف اذا كان في masses محسوسة ولا لا. This is a superficial masses. The last item is abdominal rigidity and gardening، ودي بتتشاف ان تلاقي المصل spastic في العيان وتبتدي تكلم العيان تعمله distraction. لو لقيت الاسباسم ده فك يبقى دي غالبا مصل gardening، لان دي فولنتري. لو لقيتها مش راضيه تفك يبقى دي غالبا ريجيديتي ودي غالبا انفولنتري. These are the items of superficial palpation. Now we go to the deep palpation. Deep palpation data قسمه الى ثلاث حاجات: we start with the parenchymatous organs and then palpation of the nine abdominal quadrants and lastly palpation of any mass in the abdomen. And the third item is the bimanual، هنقوله بعد كده. The deep palpation started by the parenchymatous organs. Parenchymatous organ in the abdomen includes liver, spleen, and kidneys. Liver, spleen, and kidneys. You start with palpation of the liver. Usually, the liver palpation نقسم liver into three parts. And then هنا liver, right lobe of the liver. وهنا في left lobe of the liver. وهنا في gallbladder. أنا عشان أعمل palpation مظبوط deep palpation for the liver أقسمه into three parts اللي قلتلكوا عليها. Right lobe of the liver is palpated along the line which is the right midclavicular مع right midinguinal. الخط ده هو اللي بمشي فيه أنا for palpation of the right lobe of the liver. Usual right lobe بيبتدي فوق عند ال fifth interspace وينتهي عند ال costal margin هنا. هيكبر downwards بهالطريقة دي، يبقى أنا عشان أشوفه أبتدي start palpation from the right إليك فرصة وأطلع لفوق. عندي طريقة من اتنين: يا إما أحط إيدي زي ما الراجل حاطط إيده كده في الصورة، يبقى حاطط إيدي transverse، يبقى أنا هقابل ال border of the liver by the radial aspect of the index finger. يا إما أحط إيدي vertical مولية لفوق كده، يبقى هقابل ال liver by the tips of the finger. الاتنين صحيح، أحط إيدي parallel to the liver أقابله بال radial aspect of the index، يا اما احطه vertical to the liver واوليها لفوق يبقى اقابل الليفر بالتيبز اوف ذا فينجر، وابتدي من تحت زي ما شايفين كاميرات لك فرصه واطلع upward towards the right hypochondrium، واخلي العيان هو وبعمل له palpation ده يتني رجليه، نعمل relaxation of the abdominal musculature. مفيش دايركت كوميونيكيشن بين الرجل والابدومينال وول ماسلز الانترولاترال وول، لكن لما بنت رجلين العيان شويه بيعمل tilting of the pelvis، ودي بتقلل الابدومين دي اللي هي بتبقى تنشن على الابدومين الماسكوليتشر، فالتلت ذا بيلبس بيقلل التنشن وبيخلي الماسل ريلاكس. تاني حاجه اني لما بتتني الابدومين ويحصل تلتنج الديب فاشيا او الديب ميمبرنس لير اوف ذا ابدومين الفاشيا بتبقى ما فيهاش تنشن. والعين تاني رجليه اقول له خد نفس جامد during inspiration and expiration، ابتدي احس الليفر، هحس الرايت لوب زي ما قلنا along this line اللي هو ميد كلافيكولار لاين مع الميد انجوينال، ونطلع ابورد لحد ما اقابل الرايت لوب اوف ذا ليفر وابتدي اعلق عليه. هعلق على اللوبس اوف ذا ليفر بايه؟ بوردر. واصل فين؟ من الكوستال مارجن ده، اقيس داون اوف ذا تحت، اقيسها فينجر بريدس، اقيسها سنتيمتر، اقيسها انشز، وهقول انه بالبابل او ميني فينجر بريدس بلو ذا كوستال مارجن ان ذا رايت ميد كلافيكولار لاين. وبعد ما اشوف الويدث اوف ذا ليفر اللارج قد ايه ابتدي اعلق على باقي الايتمز، ان انا اشوف السيرفس اوف ذا ليفر، اشوف الكونسيستنسي اوف ذا ليفر، اشوف تندر اور نوت،
واشوف البوردر نفسه شارب ولا راوندد. بعد ما بخلص الرايت لوب ابتدي اشوف الليفت لوب اوف ذا ليفر. الليفت لوب نفس الكلام، بيبقى مكانه هنا. This is the xiphoid process of the patient. This is umbilicus. Midway بين الاثنين تقريبا داخل اخر الليفت لوب. انا عشان اعلق عليه بجيب ايد العيان بحطها هنا باخر ايد العيان دي below the xiphoid in the midline. This is the classic left lobe of this patient. يبقى احنا الليفت لوب هنشوفه في اللاين ده اللي هو الميد لاين. برضه ابتدي من البلبيشن سوبرا بيوبيك واطلع ابورد واحط ايدي يا اما ترانسفيرس كده بقابل الليفر باي ذا ليدي الاسبكت اوف ذا اندكس فينجر، يا احط ايدي كده وهقابل الليفر باي ذا تيبس اوف ذا فينجر وامشي لفوق لحد ما اقابل الليفت لوب اوف ذا ليفر واقول الليفت لوب اوف ذا ليفر از بالبابول في المكان الفلاني بلو بيشنت هاند بريتس بلو ذا زيفويد ان ذا ميد لاين. اللارج متقيسه من ايد العيان داونرز اقول 2 فينجر بريس 2 سنتيمتر 2 انشز بلو بيشنت هاند بريتس بلو ذا زيفويد ان ذا ميد لاين. بعدين اشوف البوردر بقى شكله ايه، راوند شارب بوردر. بعدين اشوف السيرفيس والكونسيستنسي اند تندر اور نوت. ذا ثيرد ايتم از ذا جول بلادر، والجول بلادر دي بنشوفها معناها ان انا لازم اشوف التيب اوف ذا ناينس كوستال مارجن. التيب اوف ذا ناينس كوستال كارتن اعلقه عليه واعده، اعد الريبس من السكند في السيرال انجل وانزل لحد التيب اوف ذا ناينس. في ناس بتحب تعد من النيبل فيفس، في ناس بتحب تعد من الابكس اوف ذا سكابيلا ورا بعد السكس سبيس. الاكيرومال بروسس عند اربعه. في ناس ما بتعدش الريبس خالص، بتخلي عليه يقوم براسه وتشوف اللاترال بوردر اوف ذا ريكتس وتش ذا لينيا سيمينال نارز وين ات ميت ذا كوستال مارجن. ذيس از اكشوالي ذا تيب اوف ذا ناينث، وده مكان الفندس اوف ذا جول بلادر. لو الليفر اللارجد لحد تحت هنا انزل فيرتيكال لاين يبقى الليفر الفندس اوف ذا جول بلادر بتبقى في هذا المكان. انا مطالب ان انا اشوف الجول بلادر دي بالبابول ولا امبالبابول، اللي دي بتعلق ساعات عليها في بعض حالات زي الجوندس ودي بتشخص الحاله. بالبابول جول بلادر ممكن انديكيت مالجنت obstructive jaundice. Impalpable bladder sometimes indicate calcar obstructive jaundice. This is the depalpation of the parenchymatous organs الأولاني وهو الليفر. Then we resort to the spleen. ده الطريقة الثانية للبالبيشن اوف ذا ليفر، ان احط ايدي vertical upward وقابل الليفر by the tips of the finger. ممكن احط two hands لو العين عنده tension جامد في عضلاته، ممكن استخدم باي مانوال وده one of the bimanual examination. انا اعمل palpation of the liver by bimanually وابتدي امشي upward واقابل الليفر برضه في هذا المكان وماشي انا في خط الميد كلافيكولار زي ما قلت لكم مع الميدنجوانال بوينت، واطلع upward لحد ما اقابل الليفت الرايت لوب اوف ذا ليفر. وبعدين ابتدي افحص نفس المانوفر اشوف الليفت لوب اوف ذا ليفر، وبعدين اعيد الريبس او اشوف اللينيا سيمينالز واشوف الفاندس اوف ذا بلادر. This is the palpation of the left lobe of the liver. لحد هنا مثلا ابتدي اشوف من الزوفويد واحط ايدي العيان صوابعه الخمسه واقول ده مثلا one finger breaths below patient hand breaths below the zoophoid in the midline. ده ليفر كبير او زي ما شايفين، شوف الليفر واصل لحد فين. This is the border of the liver واصل لحد بالظبط to the umbilicus. فده ليفر كبير قوي اللارج. برضه باي مانوال اكزامينشن برضه وارد لما يبقى العيان عنده تنشن. This is the fundus of the bladder هنا. This is the fundus of the bladder tip of the nice costal cartilage، ودي بتشوفها لو هي enlarged بالبابول. والبالبيشن اوف ذا بلادر بيستفاد بيه جدا في حالات الاوستراكتيف جوندس في المالجنسي بالذات. The second item of the parenchymatous organ is the spleen. Spleen هيبقى enlarged مكانه في left hypochondrium، هيبقى enlarged downwards towards the umbilicus. ليه؟ اللي بيمنع السبلين ينزل دايركت لداونرز هنا مشدود ميديالي ب لاينو رينال ليجامنت، وفي نفس الوقت هنا فرينوكوكوليك تحته بيمنعه من النزول، فبالتالي يفشل الدايركشن بتاعه towards the umbilicus رايت الك فصه. فلما اجي انا احسه برضه ببتدي من رايت الك فصه واطلع towards the left hypochondrium. ده الدايركشن اوف لاين بتاعنا، ونمشي ابورد من هنا واخلي عن تاني رجله واقول له خد نفس وامشي مع الريسبيريشن لحد ما اقابل الاسبلين. وبعد ما اشوف الاسبلين نورمال اسبلين امبالبابل ما احسوش لحد الكوستال مارجن، لو قابلته ابتدي بقى اعلق عليه بوردر بتاعه. بوردر از راوند اور شارب سيرفيس سموث اور نودولار اور بوسي اور ريجولار. ذا سيرفيس وبعد السيرفيس اقول كونسيستنسي از ات فيرم از ات هارد. بعد كده اقول از ات تندر اور نوت. الاسبلين هنا بيزيد ان هو الانتير بوردر بتاعه فيه هنا نوتش
لازم اقول النوتشز بريزيرفد اور نوت. وسمتايمز ناس بتزود عليهم بريزنس اور ابسنس اوف سبلينك اديما. لو انا مش حاسس سبلين بقى مشيت لحد ما خبطت في الكوستال مارجن هنا مش حاسه، ما اقدرش اقول مش حاسه والعيان نايم سوباين، لازم انيم العيان على اللايت لاترال بوزيشن بالمنظر ده، عشان لو في لارج اوف ذا سبلين يقع عليا كده هحسه. لو هو نايم سوباين مش هحسه، لكن اقوم العيان على الرايت لاترال وابتدي احس تاني لحد ما اخبط في الكوستال ما حسيتوش، اقول ساعتها التعليق بتاعي هقول impalpable spleen in the supine position and in the right lateral position. لقيته بالبابل ابتدي اعلق عليه زي ما قلت لحضراتكم، واقول البالبيشن قد ايه والبوردر والسيرفيس والشيب والكونسيستنسي والبريزرفيشن اوف ذا نوتش تندر اور نوت اند ذا بريزنس اوف سبلينك اديما. This is the second organ in the parenchymatous organ of the palpation, which is the spleen. The third item, the palpation of the spleen, نمشي بمانوالي برضو، نمشي towards the ليفت هايبوكوندريم بهذا المنظر. ولو العنده ما حسيتوش لحد ما وصلت البون ما اقدرش اقول بابل بهذا المنظر، لازم انيمو رايت لاترال زي ما قلنا وابتدي اشوف السبلين ان ذا رايت لاترال. ما حسيتوش يبقى امبالبابل. ويوعى يزيد على هذا ان انا اجي بعد شويه في البركشن اشوف تروبس اريا واقول انها ريزونانت، يبقى كده لغيت تماما السبلين ده يبقى انلارجد. The third organ for palpation is the kidneys. And the kidney is actually not palpated, it is balloted. Balloted. Balloting of the kidney ان انا اخلي الكدني تلو in the renal angle. هنا موجوده الكدني وحواليها فات ذكر كاندل فاشيا. انا بحط ايدي في الرينال انجل بوستيرولي وايدي الثانيه انتيرور اند اي دو امبلس هير. تمشي الامبلس كده ترجع تخبط في ايدي تاني. لو انا حسيت الامبلس رجعت على ايدي فري يبقى خلاص النورمال فلانكس مليان فات كونتيننج ذا كدني مش حاسس فيها تغيير. لو انا بخبط بايدي كده وحسيت الكدني بتخبط جوه يبقى زي ريزيس كدني از بلوتابل، يعني فيها ليجن، شكل الكونسيستنس بتاعها اتغير، كبرت في حجمها، فيها ابنورماليتي. فبالتالي احنا بنقول بلوتمنت. بلوتمنت ذا كدني از بلوتابل اور امبلوتابل. This is how to palpate the kidney. ايد تحت في رينال انجل واعمل بيها امبلس والايد التانية تستقبل ابورد ونشوف البلوتمنت اوف ذا كيدني. This is on the right left kidney. بعدين اعيد المانوفر هنا احط ايدي الشمال دي تحت واحط ايدي اليمين فوق واعمل امبلس واشوف بلوتمنت اوف بوث كيدني. These are the three parenchymatous organs اللي احنا بنشوفهم في الديب بالبيشن. First is the liver, classified into right lobe, left lobe and the gallbladder. Second is the spleen. The third is the kidneys. These are the parenchymatous organs of the deep palpation اللي مهم جدا ان انا اشوفهم. باي مانوال ممكن اشوف باي مانوال بالبيشن ده الايتم الثالث. قد استخدمه فور بالبيشن اوف ذا ليفر، قد استخدمه فور بالبيشن اوف ذا كيدني. اي كان بالبيز ذا سبلين باي مانوالي. لكن يزيد عن هذا في حاجات لازم اعرف فيها باي مانوال زي البلفيك اورجنز، ابدومنال ماسز، ابدومنال ماسز، بلفيك ماسز. كل الحاجات دي لازم اعمل فيها باي مانوال اكزامينشن سبيشالي وين ات از اسوشيتد وذ بي ار ان بي في. ممكن استخدم الابدومنال بالبيشن في حالات الاوبيز بيشن باي مانوال، واحد عنده اسايتس او واحد ديستندد. This is the bimanual examination. Next item after deep palpation is the percussion. Percussion مهمة الايتمز بتاعته نشوفها بالترتيب كده. I percuss firstly for the upper part of the liver. انا حسيت الليفر وقلت مثلا large two fingers. اقول الليفر is palpable two finger by palpation. اجي في البركشن اشوف الابر بوردر لو لقيته in the fifth اللي هو normal يبقى ده فعلا large liver. لو قلت بالبابل ليفر تو فينجرز وجيت الابر بوردر اوف ذا ليفر بدل فيفس لقيته في ذا سيفنس يبقى ذيس از ذا توزد ليفر، يبقى هو بالبابل لكن ات از نوت انلارجد ليفر. سو اي ماست ستارت فيرست باي بيركشن اوف ذا بوردر اوف ذا ليفر ابر بوردر. ات از ا هيفي بيركشن ذا تشيست لحد ما اوصل للدلنس واشوف الابر بوردر اوف ذا ليفر فين. هو نورمال ان ذا فيفس انتر سبيس. The second item of percussion is percussion over the troops area. And the troops area is a resonant area in the left hypochondrium bounded by boundaries. هنقولها دلوقتي ونقول السيجنيفيكانس بتاعها ايه. The third item is percussion of the nine abdominal quadrants. Fourth is percussion for ascites. Percussion over any mass. And lastly is a special percussion زي ما نقول بعد شوية. This is how to do percussion. I percuss by the right hand. And the maneuver is only to the wrist. يعني الموفمنت في الريست بس ما احركش الالبو، اللي بتحرك هي الريست. And I percuss with the middle finger over the middle phalanx of the middle finger اللي هي على ايد الشمال اللي محطوطه على بطن العيان.
يبقى انا بعمل بيركاشن بايدي اليمين، الحركه على مستوى الريست بس، بعمل بيركاشن بصباعي اللي هو الميدل فينجر، اخبط على ايدي الشمال، اخبط على صباعي الميدل فينجر بتاع ايدي الشمال ان ذا ميدل فالنجز وانا حاطه. قلنا اول ايتم في البركاشن، بركاشن فور ذا ابر بوردر اوف ذا ليفر، يوجوالي هنا في الابر بوردر فيفث انتر سبيس، يجب يبقى فيه بعديه دالنس وفوقيه ريزونانت، يبقى كده الابر بوردر اوف ذا ليفر ذا فيفث سبيس. البالبيشن كنت شايف الليفر، هبتدي اعلق على الابر بوردر واشوف الليفر ده اللي انا قلت عليه بابا اللارج ده ولا لا. This is the first item of palpation of the percussion, percussion of the upper border of the liver. The second item ده percussion اهو، نطلع بابر ساعات نشوف البركشن البوردر اوف ذا ليفر داونز اند اب. This is the TROPS area. TROPS area is a resonant area، مكانها في الليفت هيبوكوندريم، ليها باوندريز ريب 6 8 9 11 نحفظهم. 6 6 in the mid clavicular line، 8 parasternal، و 9 11 anterior axillary. الاريا دي يوجوالي ريزونانت اريا لان ليها اربع بوردرز كل واحد فيهم في اورجن، يعني هنا دي الاستومك وين ات از فول ستومك ممكن تملاها، هنا كولون ممكن يبقى لودد كولون يملاها، هنا سبلين يملاها، هنا سوبرارينال اندرينال، وبالتالي اي اورجن من دول كان lead to dullness in the TROPS area. Full stomach تعمل dullness أو gastric mass، colonic mass أو colonic loading يحصل dullness، spleen enlarged يعمل dullness، suprarenal أو renal يعمل dullness. لكن once لها resonant وما حسيتش spleen تحت، ده 100% spleen ده not enlarged، لأنه لو كان enlarged كان عمل dullness. So this is the second item in the percussion to percuss over the TROPS area ونشوف هنا resonant ولا لا ونعلق عليها. The third item is item percussion. We do percussion for the nine quadrants. يجب الكوادرنس كلهم بتوع الابدومين نعملهم بركشن ونشوف انهم ريزونانت. اي دلنس او حاجه يبقى ده متغير. I percuss also for the masses اذا كان في masses. And lastly we percuss for presence of ascites. الاسايتس نعمل بركشن عليه واتس نون از شيفتنج دلنس. معناها اللي عنده فيه ميه في بطنه، الميه هو نايم على صباعين بهذا المنظر، تبقى الميه دي متجمعه in the flanks هنا وفلانكس التاني هنا في الحته دي. يبقى انا بعمل بركشن هنا ابدومينال هتلاقيها ريزونانت ونمشي كده لاترال، هنا ريزونانت هنا ريزونانت هنا ريزونانت لحد ما اجي خالص عند فلانكس الاقي في ضلنس. الحته اللي شفت فيها ضلنس دي وهي عام حددها اخلي عندي يلف رايت لاترال، الحته دي بقت فوق الفلويد اللي فيها ده ينزل كده. يبقى انا بعمل بركشن على نفس الحته كنت عليها ضلم شويه بعد ما انا لف يمين واستنيت دقيقة كده واعملها بركاشر ولقيتها بقت ريزونانت، يبقى الفلويد اللي فيها مشي. ارجع تاني امبلايكا، لا الامبلايكاس بقت ضل الفلويد جه فيها. This is what's known as shifting dullness. انا هنا كان ريزونانت مشيت كده لقيته ضل، نايمته رايت لاترال الضلنس اختفى من هنا بقت ريزونانت والضلنس راح الناحية دي بقت ضل. This is known as shifting dullness، ده معناه free fluid in the abdomen. فري فلويد بيتحرك يمين وشمال وده انديكيت فري اسايتس ان ذا ابدومين. نفس الكلام مكرر الناحيه الثانيه، صعب قوي يبقى وان فلانك از ريزولانت اذر فلانك از ضل انليس في ادهيجنز او ده انسيستد اسايتس. طبعا ما ننساش في المره اللي كنا بنتكلم عنها في البركاشن، لما نيجي نعمل بركاشن ولا اسايتس تنس هنعمل تيست هنقوله بعد شويه اللي هو تريل اسيتيك تريل، هنسيبه دلوقتي. الايتم الرابع بعد كده بعد البركشن از اوسكالتيشن، وناس كتير من الطلبه بينسى اوسكالتيت في ايه في الابدوم، مش بيفتكر بس غير الابدومينال ساوند، مع ان الاوسكالتيشن داتا في الابدومين كتير قوي انا مجمعهم لكم اهو هنا في الشريحه دي. ان انا اي اوسكالتيت ذا ابدومين فور ميني داتا، اي اوسكالتيت فور انسترنال ساوند، از ات نورمال؟ از ات اكزاجريتد؟ از ات ديكريز؟ از ات ابسنت؟ كل واحده منهم ليها significance. I auscultate for venous hump and this venous hump is a soft sound بيتسمع هو venous على في الداستول وده بيتسمع على الهاي فاسكولار تيومر زي مثلا ليفر ساركوما في حالات البورتال هايبرتنشن يتسمع في بعض الساركومز ان ذا ريترو بروتينما تبقى هاي فاسكولار. ممكن اسمع ميرمر
والميرمر ده بنسمعه على المكان اللي فيه ارتيريو فينوس فيستولا كتير. ممكن اسمع الميرمر ده على الرينال ارتري ولا لو كان في رينال ارتري ستنوزس. بروي نسمع بروي برضو لما يكون في مالتيبل تيربولنس اوف ذا بلاد، بروي على مكان فيه ارتيريو فينوس فيستولا، بروي ورا على الرينال انجل في حالات برضه الارتيريو فينوس السمول نارود رينال ارتري. ممكن فلويد تيربولنس يتسمع في بعض حالات سابستراكشن مع الدايليتيشن الكتير، لا لا مع اي حركه يحصل فلويد تيربولنس يتسمع في السماعه. I hear some sort of gas bubbling، ودي بتتسمع وخاصة ساعات الناس اللي بتحب تركب رايل وتتأكد ان الرايل وصلت الاستومك تعدي فيها جاز يعمل بابلينج نسمعه بالسماعة عند الاستومك. Sometimes we hear fetal heart sound، وده في حالة البريجنانسي، برضه في حالات البريجنانسي والناس اللي عندهم يوتراين فايبرويد او يوتراين ماسس كتير احسن في يوتراين سفلي which is the turbulence of the blood in the dilated tortuous uterine artery. ممكن اسمع سكشن سبلاش مع الناس اللي عندهم جاستريك اوت اوف اوبستراكشن، احرك العين لقه كده تلاقي الفلوز بيخبط جوه الاستومك. This is the succussion splash and the splash indicates that there is gastric outlet obstruction. ممكن اسمع هيباتيك راب بعض الحالات اللي فيها بيري هيباتيتس. ممكن اسمع سبلينيك راب في حالات البيري سبلينيتس. ممكن اسمع بيستول شوتس في بعض الحالات اللي فيها هايلي فاسك هايلي هايبر دايناميك سيركوليشن. نسمع بيستول شوتس. كل دول عبارة عن اوسكالتاتوري داتا نسمعها في الابدومين بالسماعة. مهم اوي ان زمايلنا الطلبة يعرفوا هذا الكلام وانا مجمعهم لكم عشان ما يتنسوش. لا ننسى ان احنا لما بنيجي ندور مش معناها ان احنا نبص بس على السنن ساوند، لا يجب نبص على بقى الحاجات كلها. واشكركم والى اللقاء في شرح اخر والى اللقاء. السلام عليكم.